السلام عليكم، أنا المهندس سميرة المعيطة. اليوم راح نحكي عن تجربة 9 اللي هي Mathematical Operation Using the Op-Amp. أول بارت اللي هو Summering كثير سهل، نحتاج للOp-Amp، بدنا الريزيستر، نعملها شفت أوكي. بدنا كمان واحد هون، تمام. لو عملناها هيك اوكي، بدنا الفولتج، في عنا هنا نحتاج يكون مع هاي فولتية، تمام. وهنا بدنا اياهم بس موجب وسالب، فرح نعمل روتيشن الى هاي الموجب هون والسالب هون، نيجي نوصلهم مع بعض مع هاي، تمام. عندي هاي مع الجراوند، في عنا تمام. هسه اللي هون اوكي، تمام، عشان نوصلهم مع بعض اوكي. هسه نحتاج جرام، تمام. نيجي بنحطها هون، بدنا 15 فولت وهون 5 فولت. نيجي على الريزستور اللي هون 100 كيلو، هون 47 كيلو و 100 كيلو، تمام. بنيجي على هاي، بدنا اياها ساين ويف، فرح ناخد ساين. الامبليتيد هو عبارة عن تو بيك تو بيك، الفريكونسي 1 كيلو، تمام. لو اجينا نعمل ران، الستوب تايم اللي حطيناها 5 ملي سكند، تمام. بنيجي عنا هون عند الانبوت، طبعا عشان نميز الانبوت والاوتبوت بامكاننا مثلا هون ناخد نسميها، نحط ليبل في اوتبوت، تمام. ونيجي نعمل الران، هاي الانبوت وهاي البي اوتبوت، هيها هاي الانبوت، تمام. لاحظوا انه في عنا فيز شيفت، لاحظوا انه الانبوت كانت تو بيك تو بيك، اما البي اوتبوت فهي كانت مختلفة، تمام. بس يعطيكم العافية، هذا البارت الأول. بالنسبة للبارت الثاني اللي هو الانتجريتر، حتى نيو سكيماتيك، تمام. بنحتاج عنا الأوب آم، راح نحتاج الريزيستر، تقريبا هما يعني بيشبهوا بعض، كومبوننت هي يعني. راح نحط هون ريزيستر، هون لو عملنا لها اوكي شيفت مع السالب، تمام. في عندي هون البارلل مع الكباسيتر، تمام. هسا لو جينا هون نوصلهم، وهون مع الريزستور هاي، وهون بدي الفولتج،
تمام. هسه بحتاج لهون هيني الفولتج، بس لازم اعمل لها روتيشن. حطينا الموجب معها، هون السالب تمام. لو اجينا هون هسه بالنسبة للي هون رح نحمل، رح نعمل ان احنا اللي هي كاباسيتور بارلل معها. اوكي بس خليها ممكن هيك، هي تمام هي هون. نعمل كات ولا قبل الريزيستر؟ تمام. هسه بدي الكاباسيتور، تمام. بدنا جراوند هون تمام. نيجي هون بدنا 10 كيلو، وهون 15 فولت، 15 هاي 10 كيلو، 100 كيلو، وهون بدي اياها تمام. نجي على البولتي اللي هون، راح نحتاج رقم مثل مانيوال اللي هي البولس. القيم 0، ال V1 في بيك تو بيك، الديليز لو حطيناها 0، وهون مايكرو بنفس الاشي، وهون 4.05، لما بنحطنا 5 ملي كمان. نشوف هون احنا يهم، نشوف الانبوت اوكي، ونشوف الاوتبوت. طلع عندي الانبوت كانت ريكتانجولر والاوتبوت تريانجولر، وبس. يعطيكم العافية، حلوها حسب المانيوال شو طالب منكم.